هو المعزز عند من المواطن الغربي والمواطن الصهيوني إذا عنده دبلوماسي يحمل الحصانة ويعتدى عليه في اجتماع رسمي بين اليابان وبين الاتحاد الإفريقي، نقول إنها دولة مارقة لا تحترم الأعراف الدبلوماسية ولا تعير لها اهتمام، فما وجدت أي شيء تقوم به إلا الاعتداء على السفير الصحراوي، فإننا نندد بأقصى عبارات التنديد بهذا الفعل الأرعن الذي لا يراعي أعرافا ولا قوانين دولية، وندعو الاتحاد الإفريقي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الدولة المارقة التي تعتدي على سفراء دول أخرى.